تحية طيبة لكل مشاهدينا الكرام بندمتنا لهذا اليوم اللي خصصناها للحديث بحوار مفتوح عن الإدارة المحلية واللي بتتمتع عبر القانون رقم 107 بصلاحيات واسعة كمبدأ لتعزيز لا مركزية السلطات والمسؤوليات، وجعل فئات الشعب هي مصدر كل سلطة تطبيقا لمبدأ الديمقراطية. والهدف اليوم هو تسليط الضوء على المشاركة المجتمعية بين المجالس المحلية والمجتمع المحلي، وجعله هدف استراتيجي في العمل التنموي التشاركي، وذلك من خلال تطبيقه بطريقة صحيحة وتعزيز ثقافة قانون الإدارة المحلية ودور رؤساء البلديات والمخاتير. للحديث أكثر عن هذه التفاصيل بيسعدني أن أرحب بضيوفي بندوتنا لليوم. بداية بدي أرحب بالمحامي علي عبد الرحيم، أهلا وسهلا فيك وحضرتك رئيس بلدية سابق. أهلا وسهلا فيك دكتور صباحي. أهلا وسهلا فيك. وأيضا بدي أرحب بضيفي المهندس رائد يوسف رئيس بلدية سابق وعضو مجلس محافظة حالي. أنا الشرف أكون معكم بهي المهمة وهي اللقاء الحواري الجميل. أهلا وسهلا بحضرتك. وأيضا ضيفي المهندس سمير رجوب مهندس مدني واستشاري ومؤتمر عام نقابة المهندسين ورئيس بلدية سابق. أهلا وسهلا. مبادرة جميلة جدا من أجل تلاصق الدعم والمشاركة بين فئات الشعب وتطبيقا لقانون الإدارة المحلية. نعم. وأيضا ضيفي الأستاذ زياد زين العابدين رئيس شعبة المخاتير في المدينة في مدينة اللاذقية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباحك وإن شاء الله تكون الندوة مفيدة استفاد منها أكبر عدد من مواطنينا وأحبائنا بمحافظة اللاذقية. أكيد بوجود حضراتكم نحن الهدف اليوم من هذه الندوة الحوارية إلقاء الضوء على القانون 107، أهميته كونه هو من القوانين الجميلة التي إذا طبقت بطريقة صحيحة فهو فعلا من القوانين الرائدة. لا خلينا نبدأ من عندك أستاذ علي، قانونيا خلينا نحكي ما هو القانون رقم 107؟ قانون الإدارة المحلية تجربته قديمة في سوريا، فكان عندنا احنا قانون الإدارة المحلية رقم 15 لعام 71. طبق هذا القانون لمدة 40 سنة. ثم أصدر القانون 107 لعام 2011 وكان هو من القوانين الإصلاحية. وهو قانون إيجابي متطور جدا. نعم. طيب أستاذ الكريم، هو من الهدف من هذا القانون؟ يعني اليوم يعني تم تعديل القانون عام 1971 بالقانون رقم 107. خلينا نحكي اليوم الهدف من هذا القانون وأهميته المجتمعية على أرض الواقع. طبعا قانون 107 الصادر بمرسوم عام 2011 هو قانون عصري جدا يضاهي افضل القوانين الموجوده في دول العالم، والتي تنطلق من اهميه تنظيم المجتمعات ونقل السلطات باتجاه الاداره المحليه، كون اهل مكه ادرى بشعابها على المثل القائد. صحيح. فكان قانون 107 هو نقل نوعي باتجاه نقل السلطات المركزيه الى الاداره المحليه. وأعطاء دور كبير للشخصية الاعتبارية الإداري لرئيس الوحدة الإدارية، كون الوحدات الإدارية هي المحركات الأساسية لتنفيذ سياسة الدولة على أرض الواقع. والاهتمام بجانب التنموي بكافة ومختلف أسسه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والصحي وغيرها على أرض الواقع. فهذا القانون أحدث النقل النوعي اللازم لرفع كفاءة أداء هذه الوحدات الإدارية على الأرض بما يخدم تطور الحركة الاقتصادية ويراعي الظروف المرحلة التي نمر فيها. نعم. ممكن استاذ سمير يعني هذه النقل النوعيه اللي عم يحكي عليها الاستاذ رائد كان لها تطبيق على ارض الواقع كونك حضرتك رئيس بلديه سابق لمده 3 دورات، يعني فكان له كثير اهميه بتعديل بعض القوانين، ربما اضافه مجموعه من الافكار الجديده واليه تطبيقها، يا ريت تخبرنا. طبعا اذا ما طبق هذا القانون على الواقع يمكن أن يستفاد المجتمع المحلي الكثير ويحقق الكثير من الإنجازات، خاصة ولا سيما في مجال الخدمة. مجال الخدمات معروف، طرق، صرف صحي، مطر، مواصلات، نقل، كل هذه الأمور الخدمية، وإذا ألحق بها بهذا الدور الخدمي الدور التنموي عندها يكون قانون الإدارة المحلية قد أعطي حقه. نعم. هون بدنا نحكي بهذا الشق نحن نوعا ما، لأن ربما هم في ثغرات في هذا الموضوع. قانون الإدارة المحلية راعى شقين أو دورين،
الدور الخدمة والدور التنموي. ويختلف التطبيق بين بلدي وأخرى بقى حسب المجالس المحلية والأعضاء ونشاطها، ويوجد الكثير من العوامل التي تؤثر في عملهم. نعم. المؤقت والنهائي. نعم. طيب استاذ زياد، نحن بنعرف دور ايضا المخاتير اليوم بهذه العمليه، وخاصه انه هو من المهام الرئيسيه بدايه، وهو صله الربط بين سكان الحي المنطقه، اعضاء المكتب التنفيذي، اعضاء مجلس المحافظه. خلينا نحكي قد ايه القانون 107 اعطى واولى اهميه لدور المختار ضمن كل حي. هلا قبل كل شيء، القانون هو فعل تشاركيه المجتمع المحلي، يعني وحتى عرف لأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجلس المدينة ورئيس مجلس، يعني عرف لكل إنسان عمله. خلينا ننتقل على المخاطير. أكيد راعى القانون كتير أمور بتهم المخاطير وبتهم لجان الأحياء. نعم. اعتبر لجان الأحياء اعتبرهم عضو من أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس المدينة وأحد أجهزته، يعني صار عطى تشكيل لجان الأحياء من 7 إلى 11 عضو بكل حي. عطى مهام المختار، شو هي شروط المختار، خلينا نقول بالبداية شو عدة شروط لاستلامه للمختار كمهامه. عطى شروط عمل المختار اللي هي أكيد بالسلم وبالحرب. كتير عطى القانون 107 أولوية للجان الأحياء والمخاطير أن يكونوا فاعلين على أرض الواقع بكتير أمور. شفنا من خلاله أنه بكارثة الزلزال كان المختار ولجان الحي متواجدة على أرض الواقع، كان لهم دور كبير مناط فيهم. خلينا نقول الاستقصاءات اللي صارت بعدد الأسر بالضحايا، بمساعدة بانتشال الضحايا، كانت في كتير أمور حدد عملها وشرح آلية عملها للمخاطير ورجال الأحياء. نعم، وهيدي من الميزات اللي قدم القانون. أستاذ الكريم تفضل. طبعا أنا بشدد على حكي زميلنا. طبعا المختار هو أحد أجهزة الوحدة الإدارية، الأجهزة الفاعلة على الأرض الواقع. يمثل المختار طبعا بوجوده ضمن والتصاقه بالقاعدة الشعبية أو الإدارية بشكل أساسي، هو قاعدة بيانات رسمي وغير رسمي عن حال المواطن، عن مستوى الخدمات الموجودة، وبالتالي هو أقدر على التعبير ونقل الصورة من المواطن مباشرة عن مجموعة المشكلات الاجتماعي وتقديم الوحدة الإدارية للمعالجة. فنحن بنركز دائما على دور المخاتير، وبنتمنى كمان دور المخاتير يعمق أكثر بإعداد المختار بالطريقة الأنسب، وأنه يخضع لدورات ويكون عنده قدرة، ونأمن له المكان اللائق اللي فيه ووسائط. وهي من المطالب اليوم طبعاً. المكان الخاص بالمختار، الأجور حتى كانت من ضمن المطالب. كمجلس مدينة تم الاجتماع وتم رفع أجور المخاطير. هلا للأمانة حتى بقانون الإدارة المحلية يطلب تأمين مكتب من المختار للهيئة الاختيارية ولجنة الحي ليكون الاجتماع داخل، مثل ما تفضل أستاذ، يعني كان عمل المخاطير بالسنوات الماضية. بتعرفي عشنا أزمة وكان المختار على أرض الواقع للأمانة. نحن كل فترة مع قدوم مجلس مدينة جديد وعم نحاول نعمل دورات للمخاطير، بيتم عزل بعض المخاطير. أي إنسان بيغلط أكيد بده يتحاسب. فطبعا كشعبة مخاطير ملاصقة تماما لعمل المخاطير، ودائما عم يكون متابعين لعمله، متابعين إذا في أخطاء، في أمور جيدة أكيد بده يتحاسب كخطأ، وأكيد بده يتم تكريمه للمختار إذا كان إذا عمل شيء إيجابية أكيد. نعم. فأنا بشد على كلام زميلي وبقول أنه أكيد المختار هو أهم شخصية موجودة بالحي. نعم. اللي قادرة تنقل المعاناة ومطالب الأهالي، وقادرة توصل أي أصلا يعني بأولى أموره أنه هو متابعة أمور الحي ومتابعة الغرباء بالحي، متابعة يعني خلينا نقول. نعم. المختار هو عدلية مصغرة. صحيح. لعمله. إن كان ضمن الحي أو إن كان لتطبيق القوانين على سكان الحي، حتى له دور بملاحظة المخالفات البنائية والتنظيمية وغيرها، يعني هو صاحب دور كتير كبير. ولكن عندما يفعل صح من المختار بوجود لجنة أهالي الحي، رح نحكي عن هيدا الشق، ربما بعض المخاطير ما عندهم لجنة أعضاء حي، ربما هيدا عم يسبب ضعف ضمن المنطقة. ولكن أستاذي الكريم أستاذ علي، يعني وفقا للقانون هناك دور كتير مهم بتفعيل دور الوحدات الإدارية بالتنمية والخدمات. كيف نحن بنقدر نفعل هذا الدور
وحضرتك رئيس بلدية سابق، كان لك تجارب بهيدا الخصوص. هلا قانون الإدارة المحلية قائم على هو بنسميها نحن الإدارة اللامركزية، قائم على توزيع السلطات بين السلطة الإدارية في العاصمة وبين الوحدات الإدارية المستقلة لها شخصية اعتبارية مستقلة، محافظة، مدينة، بلدي، بلدي. هذه الوحدات الإدارة المستقلة هي التي تقوم بالتخطيط والتنفيذ للتنمية المستدامة للمجتمع المحلي بفاعلية عالية وكفاءة شعبية. فالوحدة الإدارية أو المجلس المحلي في الوحدة الإدارية هو المسؤول عن إدارة كافة الشؤون المتعلقة بالمواطنين من خدمات، اقتصاد، ثقافة، صحة، تربية، ويترك للسلطة الإدارية في العاصمة يعني إعداد وتنفيذ المشاريع الكبرى على مستوى المشاريع نعم. الكبرى، وهذا ما لا يعرفه معظم المواطنين. نعم نعم. الإدارة المحلية قائمة على فكرة حكم الشعب نفسه بنفسه ضمن الإدارة المحلية. نعم. آلية تطبيق هذا الشيء أستاذ الكريم، خاصة حضرتك عضو مجلس محافظة حالي، الكلام اللي عم يحكيه الأستاذ علي هو بحاجة إلى تنسيق وتشبيك. ذكرنا نحن أن البيئة الشعبية هي البيئة الأولى عن طريق المخاتير، هي تصل إلى مجلس المحافظة. كيف تتعاملوا أنتم مع هذه المشاريع أستاذ الكريم؟ طبعا بحكم أن الوحدة الإدارية هي المنوط فيها قيام التنمية على شقيها الاجتماعي والاقتصادي وما يترتب عليه ثقافيا واقتصاديا وصحيا وعمرانيا في الوحدة الإدارية، ووضع الخطط الطويلة الأمد على فترة الأربع سنوات اللي هي ضمن الولاية الدستورية للوحدة الإدارية. طبعا هون نحن كتير لازم نركز على شق هام جدا في عملية التنمية. أولا خلق البلديات أو الوحدات الإدارية القادرة والمتمكنة. كيف أستاذ الكريم؟ طبعا قادرة ومتمكنة. يعني نحن عنا تم بقانون الإدارة المحلية تصنيف بلدي وبلدان ومجلس مدينة وغيرها بناء على عدد السكان فقط لا غير، لكن لم يلحظ هذا القانون رغم عصيته، ونحن بحاجة هنا إلى مجموعة من التعديلات أنه تختلف حاجة الوحدة الإدارية من منطقة إلى منطقة حسب نفوذ الاقتصادي، حسب فعاليات الاقتصادي الموجودة، موقع سياحي غير سياحي. آخر شيء في عنا نحن بلديات ناشئة بحاجة لمين يحطها على الخط لتقوم تنفذ قانون الإدارة المحلية وتقوم بواجباتها تجاه التنمية الاجتماعي. أكيد لازم تنعطى هو موجود فقرة بقانون الإدارة المحلية إحداث شركات استثمارية، إيجاد بحث عن مصادر دخل وجبايات بحيث تقدر تنفذ خططها على الأرض. فنحن لازم نتوجه اليوم نحن نصنف البلديات وفق بلدي قادرة ومتمكنة وبلدي غير قادرة ومتمكنة، نسعى لرفع مستوى البلديات الضعيفة لتساوي البلديات القوي، وبالتالي تمشي اثنيناتهم على تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف شرائح المجتمع. هذا بيتم من خلال شقين، الشق الأول هو دعم الكادر البشري الإداري الموجود اللي واصل بدورات وتأمين الأجهزة اللازمة، والشق الثاني هو دعم الاستثمار ودعم الموازنات بحيث يحدث نقل نوعي على أرض الواقع تخدم المجتمع. هلا اسمح لي هون، في البعض بيقول لك إنه نحن اليوم نحتاج إلى كوادر على أرض الواقع، وهذا الشق بيرجع للمركزية ليس إلى اللامركزية. نحن اليوم ما عندنا صلاحية إنه نحن نوظف أشخاص. عم تحكي حضرتك إنه نحن بكل منطقة في ظروف معينة بحاجة إلى خبرات معينة وأليات مراعاتها طبعا. طيب اليوم هيدا الشق متعلق بالمركزية أكثر من إنه لامركزية. هل هو ربما إذا قدر كل رئيس بلدية أو كل شخص بتعيين موظفين ممكن إنه هذا ساهم بإنجاز العمل بطريقة أسرع؟ طبعا نحن الهدف الأساسي من قانون الإدارة المحلية هو نقل السلطات والخطة اللامركزية للإدارة المحلية من خلال نقل كامل الصلاحيات للإدارات والوزارات التي تعمل ضمن مجال عمل الوحدة إلى الوحدة الإدارية نفسها، وأعطى مدة 5 سنوات من أجل نقل هذه الصلاحيات يمكن تمديدها مرة واحدة. وهون نحن تجاوزنا 5 سنوات ودخلنا بال10 سنوات، ونحن نطالب بأسرع ما يمكن نقل هذه الصلاحيات وإعطاء صلاحيات موسعة للإدارة المحلية بحيث تتخذ القرارات اللازمة لرفع العملية التنموية. طبعا شيء طبيعي أنا لما بيكون رئيس وحدة إدارية بحاجة لموظف مستعجل لازم يكون قراره سريع، لازم يكون قدرته على توظيف عمال مؤقتين مياومين حسب الحالة. نحن بالصيف بيكون في ضغط على المناطق السياحية بحاجة عمال إضافيين، ما فينا ننتظر المسابقات المركزية، لازم يكون في حركة وصلاحيات أوسع من أجل تسهيل وتمرين الحركة بما يخدم المواطن بشكل أساسي.
نعم، وهذا الكلام كثير جميل وضروري، مطلب كثير مهم اليوم على ارض الواقع. وحضرتك استاذ سمير رئيس بلديه لثلاث دورات 12 سنه، اليوم حضرتك من منطقه البهلوليه اللي بتتمتع بجمال طبيعتها الساحر باماكنها السياحيه الرائعه، كيف قدرت تستثمر هذا القانون ضمن منطقتك؟ ذكر الاستاذ انه هي بحاجه الى مؤهلات، بحاجه الى امكانيات تختلف من بلديه الى اخرى، كيف قدرت تستثمر هذا الشيء على ارض الواقع؟ اولا بدايه عملي في كرئيس بلديه بلده البهلوليه قمت ب درست الحدود الإدارية والمخطط التنظيمي بشكل دقيق، وقمت ورأيت ما هي مراكز القوة والضعف في هذا المخطط التنظيمي والحدود الإدارية. طبعا مراكز القوة من مثلا جبال، من عيون ماء، من حدود البلدة على شط البحيرة، كلها مراكز قوة ترفع من الموارد الذاتية للبلدية. تم استثمار هيكل القمة أو قاعدة، الهدف اليوم نحن نحكي يوجد أملاك الدولة كما أملاك الدولة والبلدي، أملاك البلدي قمت بنقل كل الأملاك الدولة الواقعة داخل المخطط التنظيمي إلى أملاك البلدية الخاصة. وعندها قمت بإفراز هذه الأملاك البلدية الخاصة إلى مقاسم تجارية منها وإداري وسكني. التجاري تم لاحقا بناء مول تجاري يخدم البلدة وسكانها. الإداري تم بناء مركز ثقافة. السكني يوجد جمعية سكني في المجال البلدي. تم استثماره بطريقة صحيحة، عادة كراية معين على المنطقة. طبعا المول التجاري والمركز الثقافي الذي هو قيد التدشين أو قيد الاستثمار حاليا، كلها أعطت للبلدة صورة وواجهة حضارية جميلة. أيضا نقاط الضعف ما هي في المخطط التنظيمي؟ يوجد لدينا طرقات ضيقة وملغاة تماما من المخطط التنظيمي والإداء العقاري. أيضا قمنا بإزالة هذه التعديات كلها على هذه الطرق العقارية والشوارع التنظيمية. تم تنظيم أضابير استملاك ووصلت عددها إلى 10 أضابير استملاك لكل المناطق الضيقة وخاصة الشارع الرئيسي. هيدا كيف بيتم هيدا الموضوع أستاذ الكريم؟ بالتواصل مع حضرتكم يعني كمجلس محافظة؟ تم يوجد قانون الاستملاك رقم 20 لعام 83، تنظيم إدارة استملاكي وفق مخطط ومصور استملاكي استنادا للمخطط التنظيمي المصدق للبلدية. تم إعداد هذه الإدارة وعدد مجموع هذه الأضابير 10 أضابير. تم استملاك الشارع الرئيسي بالكامل من مدخل البلدي إلى نهاية البلدي في قرية الرستين. وهناك الكثير من الشوارع الفرعية المهمة التي تخدم المواطنين. تم تنفيذ استملاك هذا الشارع وتنفيذه أيضا على أرض الواقع. يعني هيدا آلية التطبيق اليوم الجيدة والاستفادة من المراسم المتبعة على التطبيق. طبعا الوزارة مشكورة، أعطتنا وقتها الكثير من الإعانات لتنفيذ هذه لتعويض الأضرار وتنفيذ هذه الشوارع التنظيمية. نحن عم نحكي عن حضرتكم كتجربة يعني من العديد من التجارب. نعم أستاذ الكريم، نتابع مع حضرتك، بس الموضوع كثير مهم طرحته أستاذ زياد، كونه نحن عم نحكي عن التشاركية المجتمعية اليوم. ذكرت حضرتك أنه كان للمخاطير دور كثير كبير اليوم، وخاصة ليس فقط على الأرض الواقع بكارثة الزلزال اللي كان لهم يد العون، تعاون مع الجمعيات اللي هي كانت لها ايد المساعده ايضا على ارض الواقع. اليوم هم بحاجه الى لجان، بحاجه الى اهالي حي داعمين، بحاجه كيف يتم التنسيق بهذا الموضوع؟ وخاصه انه بنعرف كل منطقه لها بيئه خاصه، فممكن يكون في اشكاليات يرجعوا فيها لكم، كيف تتعاملوا مع هذه الاشكاليات؟ هلا نحن خلينا نقول عمل المخاطير كان من بدايه الازمه حتى الان، اكيد كل اللي بيعرف الأزمة اللي مرت على بلدنا الحبيب والحمد لله اللي خرجنا منها، أكيد المخاطير كان لهم دور بمراقبة الأحياء، بالجولات على الأحياء بالليل. بعدها إجت جائحة الكورونا. مع قدوم جائحة الكورونا بتعرفي صار المختار مكلف بتوزيع مادة الخبز هو ولجنة الحي. صار فترة كبيرة يعني ضل وقت كبير
ما حدا يصير عدم نزول للشوارع. لجان الأحياء والمخاطير أخذت على عاتقها توزيع مادة الخبز خلال جائحة الكورونا. نعم. بعدها صار إجا الأعصار وقتها مع من فترة، بعدها إجا كارثة الزلزال. كارثة الزلزال كانت أصعب كارثة بتمر علينا على وطننا الحبيب، لأنه نحن ما متعودين ولا مهيئين لهالحالة اللي صارت. فأكيد كانت المحاولات، وخلينا نقول بوجه تحية للمجتمع الأهلي اللي كان الرافد الأول لكل الجمعيات ولكل الناس اللي اشتركت بالإغاثة. هون اجى دور لجنة الحي واجى دور أعضاء لجنة الحي اللي للأسف كان في رجال أحياء مترهلة بحاجة إلى تغيير، بحاجة إلى تبديل. الحقيقة أكيد بوجه تحية لسيد محافظ اللاذقية الأستاذ المهندس عامر هلال اللي أولى لجان الأحياء والمخاطير الأهمية الكبيرة وعطى الأريحية لمجلس المدينة. أكيد موجه تحية للأستاذ حسين زنجابي رئيس مجلس المدينة اللي أعطى توجيه بانتقاء لجان أحياء تكون قادرة وفعالة ضمن الحي بأسماء يكون لها اسم داخل لجنة الحي. فصار في تشاركية ما بين أعضاء مجلس مدينة، أعضاء مجلس محافظة والفرق الحزبية لانتقاء لجان أحياء تمثل أحياء المدينة الأربعين. نحن بمدينة اللاذقية عندنا 40 حي، يعني 40 مختار، يعني 40 لجنة حي. فصار في تشاركية بانتقاء الأسماء اللي اكيد هلا راح تبصم النور خلال ساعات، يعني لجان الاحياء اللي مناط فيها كثير امور. هي كانت مطلب لجان الاحياء، يعني بعض الاحياء ما كان فيها لجان، فكان تقع العاتق المسؤوليه على المختار بحد ذاته. اليوم هم بحاجه لتعاون حتى لوضع خطه للسكان. اكيد نحن انا بمرسوم الاداره المحليه القانون 107 في بنظم عمل المخاطير وجان الاحياء يجب على كل لجنه حي أرسال كل شهر يعني الخطة الشهرية الطلبات لشعبة المخاطير حتى يصار تفريغ الطلبات وإرسالها للمديريات المختصة إن كان داخل مجلس المدينة أو خارجه كمدير شركة الكهرباء شركة المياه. خلينا نقول شغلة، نحن على ارتباط كامل بمجموعة واتس مخاطير مدينة اللاذقية بإشراف رئيس مجلس المدينة على المجموعة، يعني حتى كان لهم دور للأمانة بوقت الزلزال. بتعرفي تصير إشاعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نزلت بناية كذا، ما نقدر نجيب الكلام صحيح الا عن طريق المختار. بتعرفي تماما، يعني صار كثير في ناس تكتب انه صار في هبوط لبناء هون، هبوط كله كان يعني من خوف العالم. فاللي اكد الخبر كان مختار الحي اللي ينزل مباشره طبعا بتوجيه من رئيس مجلس المدينه متابعه خلينا نقول مجموعه الواتس، يعطوا كل مختار بكل وقت بتصير كنا اي هزه او وقت الزلزال ينزل كل مختار على منطقته، يكون ميداني، شو في اضرار، شو في كذا، يتواصل معكم على الواتس تماما. ورئيس مجلس المدينه يتواصل مباشره مع السيد المحافظ. تمام جميل. عم تقول حضرتك ساعات ربما يبصر النور الموضوع. تمام. اهميه هذا القرار اللي راح يصدر، كيف تم دراسته؟ كيف تم قلت لك انا تم الدراسه بالتشاركيه ما بين اعضاء مجالس المدن المحافظه والفرق الحزبيه. الفرق الحزبيه هي رشحت أسماء من الحي، طبعا أكيد دائما بنقول أهل مكة أدرى بشعابها. صحيح. الفرقة الحزبية اللي بالحي بتكون على دراية بأبناء الحي، على دراية بالناس المؤثرين بالحي. نحن بهمنا أن يكون عضو لجنة الحي فعال وليس على الورق، وهي خلينا نقول هي كلجنة حي هي تطوعية، يعني أنا من دون راتب، من دون، هي محبة لحي ومحبة لوطنه، محبة لبلده سوريا. فتم الاختيار وتم تعديل أسماء انطرحت عن طريق الترشيح من أعضاء مجالس المدن والمحافظة حتى يصار بوسط أهلية معينة تتناسب مع الحي، حتى يصار استصدارها بقرار مكتب تنفيذي وبمجلس مدينة اللاذقية. نعم جميل هذا الكلام. قد ايه استاذ الكريم هذا الكلام اليوم مهم يعني قانوني؟ عم يحكي زميلنا هون بيتمثل دور المجالس المحلية في التنمية. نعم. يعني تخيلي حضرتك لدينا نحن محافظة عدد أعضاء لا يقل عن 100، لدينا المدينة عدد أعضاء لا يقل عن 50، البلدي 25، البلدية 10، بالإضافة إلى لجان الحي والمخاتير. هذا العدد الغير، يعني أصبحنا نتكلم عن عدد غير، عدد هائل جاء ليعمل بشأن المحلي. ففكرة الإدارة المحلية قائمة على فكرة التطوع،
فهم متطوعين، لانه المفرغين هم الرئيس معاونه اعضاء المكتب التنفيذي، اما الباقي غير مفرغ، فهذا العدد الغير هائل الغير مفرغ جاء متطوعا ليعمل بالشان المحلي، فاصبحنا امام جيش هائل. إذا ما أحسن المجتمع المحلي في اختياره على الأسس اللي ذكرها الأخ المختار، إذا ما أحسن اختياره نكون أمام رافعة تنموية خدمية حقيقية. صحيح، نعم. يعني هذا بخصوص إذا نحن عم نحكي عن المختار، فكيف نحن بخصوص انتخاب أعضاء مجلس؟ يعني اليوم أيضا انتخاب أعضاء المجلس أستاذ رائد، اليوم يعني كمان لازم يكون في تقييم صحيح لاختيارنا، نحن اليوم عم نعطي صوتنا لهذا الشخص اللي بده يمثلنا ضمن المجلس. اليوم كيف تشوف هذا الموضوع؟ تماما، يعني هو انطلاقا من قاعدة أنه حكم الشعب للشعب بنفسه، يعني اختيار كفاءاته لازم من أجل النهوض بواقع الوحدة الإدارية. فنحن اليوم كثير بنركز على ضرورة انتخاب الكفاءات الموجودة. طبعا نحن بلدنا غني بالكفاءات العلمي والمعرفي والثقافي والاجتماعي، والجميع قادر يقدم لما تنظم هاي العملية وبتنقاد بشكل صحيح. فاليوم مجلس المحافظة كونه هو الوحدة الإدارية الأعلى يشرف بشكل عام على كافة الوحدات الإدارية الأدنى، مجالس المدن والمحافظة والبلديات والبلدان والأحياء حتى، وينظم العملية من خلال أجهزته الإدارية واللجان الدائمة واللجان المؤقتة بما يسهم في تنمية هذا الموضوع. طبعا نحن مستمع دائما وملتصقين في القاعدة الشعبي، ونضل مع رؤساء البلديات والمجالس المدن، وبنشوف هموم المخاطر وبننقلها بأماني إلى المجلس، ونضع هذا الأمر أمام المديريات المعنية وأمام الأجهزة المركزية واللا مركزية. وفي بيتم النقاش تحت سقف المجلس وأخذ الرؤية الأفضل ورفع توصيات إلى الإدارات الأعلى من أجل حل هذه المشاكل وتوطينها. اي تفضل. يعني اليوم استاذ الكريم تعقيبا على كلامه انه عم يكون في تواصل معهم بخصوص مشاكل، نحن بنعرف اليوم في بعض المخاطير يعني اعضاء الحي هن ايضا عم يتواصلوا بشكل مباشر مع سبب المشكله، ان كانت مشكله صرف صحي، ان كانت مشكله كهرباء عطل، يعني عم بيكونوا هم حتى عم يتجاوزوا هيدا النوع من التواصل، عم يقدروا يحلوا مشاكلهم بطريقه سريعه. قد ايه ما بيفيد كمان بنقطه تجاوز هيدي المشاكل بطريقه كثير تمام. هيدي حتى يعني حتى بتعود هيدي للمختار وتفهمه للعمل. انا عم اقول لك شغله، نحن المخاطير كل فتره اي شيء جديد ياتي من خلينا نقول من وزاره الاداره المحليه بيتم استصدار تعاميم لمخاطير المدينه للعمل بمضمون اي امر خلينا نقول جديد، اي طارئ، اي شيء. فانا عم بقول لك يعني كعمل مخاطير مدينه اللاذقية هو خلينا نقول بوجود التعاون، بوجود الاشراف من عضو المكتب التنفيذي المختص، بوجود اشراف من رئيس مجلس المدينه، فبيكون عملهم دق يعني خلينا نقول اكثر من الدقه اكثر من مختار القريه. يعني انا بوجه طلب لبلديات الدرجه الرابعه والخامسه الاهتمام بالمخاطر وخلينا نقول انه يعملوا لهم دورات، يكون عم يكون مختار القريه اقل من مختار المدينه، ما بنقول ما بالكفاءه العلميه ولكن بالمعلومات بالبيانات بنظم عملهم. فانا بتمنى انه يكون يخضع مختار القريه لاكثر من دوره، يكون اكيد لانه وضعه ومركزه بالقريه هو رقم واحد، يعني مع احترام الشديد للجميع هو لازم يكون على الارض اول واحد متواجد. طبعا نعم. استاذ سمير، من خلال تجربتك من الاستاذ اللي عم يحكي الاستاذ زياد، يعني دوركم مع المخاطير كيف كان خلال السنوات؟ يعني باتصالنا مع بعض المخاطير ما قبلوا يطلعوا بلقاء تخوفا من ربما الكاميرا، ربما من ضعف المعلومات مثل ما ذكرت، ربما عدم درايه كيف كافيه. كيف تشوف الوضع استاذ الكريم؟ التشاركي مطلوبه المخاطير هو او المختار هو واحد من جهاز من أجهزة الإدارة المحلية. نعم. ويجب أن يكون على تشاركية كاملة مع هموم المواطنين ومعاناتهم ونقلها بأمان وأخلاص إلى المجلس المحلي وأعضائه ورئيسه، وفقط ليس نقلها فقط وإنما العمل على تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي أمام خدمات المواطنين. نعم. وهموم المواطنين. المختار هو عبارة عن أول مثلا جندي الأول في الجندي الأول في الإدارة المحلية. نعم. ولذلك يعتمد عليه كثيرا، وعملية اختياره مهمة ودقيقة جدا،
خاصة ممن لديه، أنا لا أدقق على موضوع الشهادة بقدر ما أدقق على موضوع الإخلاص والنزاهة والكفاءة والخبرة. نعم. الخبرة أيضا ضرورية. الخبرة التي يتمتع بها المختار. محبة من أهم القرية، هذه أهم شيء. طبعا نعم. الأخلاق طبعا نعم. الأخلاق نعم. كل شيء الأخلاق. أنا حابب ركز على بس عفوا تفضل. الخبرة التي يتمتع بها يجب أن يتمتع بها أي عضو مرشح للمختار، وهذا اللي نحكي فيه مش من نواحي معرفته بسكان الحي بشكل جيد ودقيق، ومن معرفته بالعقارات. هناك مخاتير لا يعرفون رقم العقار، لا يعرفون المنطقة العقارية، لا يعرفون من دخل ومن هم السكان الدائمون ومن السكان المؤقتون. كل هذه هون على المنطقة المسؤولين طبعا, طبعاً. طبعاً. على المجلس المحلي على من عين هذا تقريبا على حديث فضل. زميلنا نحن انا بركز هون على دور رئيس الوحدة الإدارية. رئيس الوحدة الإدارية وباعتبار المختار احد اهم الأجهزة التابعة للبلد، يجب ان يكون المختار مشرك دائما في الخطط التنموية ويحضر الجلسات الموجودة للمجلس البلدي، ويتم مناقشة الخطط وطريقة تطوير عمل المختار بحد ذاته. نعم. حتى إعلامهم بكل القرارات الجديدة والتعاميم وفق لوحة الإعلانات المفروض تكون موجودة عند كل مختار. فرئيس الوحدة الإدارية لما بيسعى لأنه يجمع المخاتير بيكون عنده 4-5 مخاتير أو 10 حسب عدد الأحياء، حسب كبر وصغر الوحدة، طبعا ممكن تكون بلدي أو بلدي أو مجلس مديني. نعم. هون الاهتمام بالمخاتير وبالالتصاق فيه، كونه هن الأكثر التصاقاً بالمجتمع وحاجيات المجتمع بيقدروها بيرفعوها للمجلس الإداري. نحن مقادرين نحن نشوف شو احتياجاتهم، نعمل لهم قرطاسية لازمة، الأجهزة اللازمة للعمل، نحدث لهم دورات بأسس القوانين الأكثر التصاقاً، مثلا مثل قانون الإدارة المحلية، مثل ما حكى رفيقنا هون معرفي بالمخطط التنظيمي بالأسس العقارات وطريقة إدارته والعلاقات الموجودة على أرض الواقع. هون دور رئيس الوحدة كتير بيكون ضروري. في نقطة مهمة جدا جدا تتعلق بالسجل المدني، يجب أن يكون لدى المختار كامل سجلات مدنية لمواطني الحي الذي هو مختار عليهم. هذه وتدون بأسماء المواطنين وعائلاتهم، و يعني تكون سجل مدني قائم بذاته لكل عائلة. لأنه الفكرة التي أريد أن أوضحها هو يوجد مواطنين مثلا تعتمد دائما ما زالت تعتمد بيانات السجلات المدني في الشؤون المدني هي أساسا لتعداد يعني يعتبر هذا السكان البلدي الرئيسي اليوم. لا هذا انا برايي هالحكي في كثير من عدم الدقه، لانه يوجد الكثير من المواطنين نفوسهم خارج حدود الاداري للبلدي، مثلا للبلدي او المدينه، لا يوجد نفوسهم تتبع لبلدي اخرى او لمدينه اخرى. نعم. يقولون هذا لا يوجد، ليس من نفوسهم ما ولا يتم مسجل باسماء ولا يتم احصائهم. نعم. ضمن السجلات المدنية. نعم. هي احد. نعم. النقاط. نعم. انا برايي التي يجب مراعاتها في اجراء تعديل من اجلها. نعم. يجب ان يكون لدى مجلس المحلي عدد احصاء سكاني بكامل السكان الدائمين في ضمن. تفضل استاذ. بغض النظر عن النفوس الموجوده. نعم. استاذ سمير لدى الشؤون المدنيه حكى. نعم. شغله مهمه، لكن اثناء جائحه الكورونا اللي مرت على البلد وحسنا فترتنا الانتخابيه اعطتنا تعليمات انه نحصي عدد السكان، بالاضافه نمر على كل منزل بمرافقة المختار ولجان الحي، نحدد المنزل كان فيه عنصر، اسم الأب، اسم الأم، أعمار الأبناء، فأصبح لدينا قاعدة بيانات في البلدي شارك فيها كل مختار حسب حيه بتنظيم هذه القاعدة البيانات أثناء جائحة كورونا. فأنا أعتقد أن جميع المخاتير لديهم قاعدة بيانات عن كل بيت
في المنطقة العائد لهم وعن عدد الأفراد الموجودة فيه وما هي احتياجاتهم. وهيدي قاعدة البيانات تعطى للمختار اللاحق، يعني هون السؤال طبعا. لما نحن بتوقع ويكون عنده هيدا صار عنا تسليمة ما بين المختار هي بالسجلات طبعا. لا في تعقيب معلش لا تفضل. هلا أكيد نحن آخر إحصاء كان للسكان محافظة اللاذقية من الإحصاء السكاني ب 2011 كمجلس مدينة وكلجان أحياء تم إعادة الإحصاء ب 2020 خلينا نقول بمشاركة أهلية مع لجان الأحياء تم إحصاء سكان مدينة اللاذقية كمدينة طبعا وكمهجرين. يعني مثل ما تفضل الأستاذ أكيد في داتا بيانات لسكان المدينة لسكان الحي الأصليين والمهجرين كله عنا داتا فيه عن طريق السجلات. نعم تمام. انا بزيد على كلام انه خلينا نقول مجالس المدن وهي في مخاطير عم يكون ما عنده علم بالامور القانونيه بالامور القضائيه وخاصه التبليغات اللي عم تكون حجره عثر امام امور القضائيه. نعم. يعني هي في معنى محامي اكيد. فانا بتمنى يعني حتى مخاطير نحن كمخاطير المدينه من فتره عملنا جلسه للمخاطير وكان بحضور يعني هلا الجلسه رح تكون ندوه كبيره رح ندعي عليها سياده النائب العام نقدر نشوف رئيس المحضرين بالامور القانونيه مدير السجل المدني حتى يعطي اخر التعليمات الجديده لعمل المختار ان كان عن طريق التبليغات. هيدي مشكله كبيره عم يوقعوا فيها مخاطير وعم يتوقفوا فيها. معنا محامي واكيد بده يؤيدني بكلامه بغير درايه بالتبليغ باصول التبليغات لانه بيوقع على المختار هو شق المحضر وشق للمختار. فعم نشوف كثير مخاطير قرى ومخاطير ايام مدينه يعني بسبب ما عم يتوقفوا بسبب عدم دراية بأصول التبليغات. نعم. فنحن أكيد كمجلس المدينة راعينا هالقصة ورح تكون بعد فترة نعمل خلينا نقول يوم كامل نكون في يوم أكيد عطلة مشان ما نوقف عمل المواطن كعمل مختار. أنت بتعرفي يوم عطلة ممكن يوم سبت ندعي الناس اللي هن اختصاصيين بهالأمر إن كان بالسجل المدني أو بأمور القانونية ومحضرين ليعطوا المخاطير ما هو جديد. وانا بتمنى وقت هو مهم يعني هو مهم ايضا يعني واي مختار قريه يعني بيسمع بها الندوه يجي يحضرها اهلا وسهلا ما عندنا مشكله. نعم. خليها تعود الفائده على الجميع. نعم واكيد حيتم من خلالكم تبليغ عام تمام رح يكون كل المخاطير ورح يكون للريف حصه من هيدا الموضوع ايضا بغض النظر لاهميته اليوم. تمام. استكمالا للفكره وفق قانون الاداره المحليه الجديد 107 لعام 2011 نعم تعتمد إحصائيات وعدد سكان البلدي أو الوحدة الإداري استناداً إلى سجلات الشؤون المدنية نعم. الصادرة عن مديرية الشؤون المدنية في المحافظة. نعم. وأنا أعتقد أنه يوجد غبن في أصغر غبن أو نقص لأنه يوجد تجمعات سكنية داخل الحدود الإدارية لهذه البلدية نفوسها خارج الحدود وتتبع لبلدية أخرى وهذه البلدية الأخرى تأخذ الموارد المالية والمشاركة بالانتخابات لهذه البلدية الأخرى. رأيكم أريد أن نحن نشوف الشق القانوني تفضل إذا أردت ويسمح الوقت. لا بس اسمح لي أخذ الرأي القانوني بهذا الموضوع والمجلس المحافظي بهذا الموضوع تفضل. بصراحة الاعتماد كان على عدد الإحصائيات الموجودة في الشؤون المدنية اعتمدوا على عدد القرية. هذا يعني هذا الاعتماد أصبح يشكل غبن لأنه يوجد في البلدة تطورت وأصبح فيها تطور عمراني وأصبح يعني الوافدون من القرى الصغيرة يأتون إلى البلدة لقربة من المدارس قربة فيها مراكز خدمية أكثر فأصبح عدد السكان أكثر مما يتطلب إعادة الدراسة أن يكون مثلا الاعتمادات المخصصة للوحدة الإدارية يكون على عدد السكان الحقيقي وذلك عن طريق المخاطير يأخذ قائمة إحصائية وليس اعتماد على النفوس لأن النفوس أو مسمينا احنا السجلات المدنية تعتمد فقط على أهل البلدة القديمين. نعم. يعني من الخاني واحد ما هي مقترحات لحل هذا الموضوع؟ هو الموطن الانتخابي اعتماد إحصاء البلدي على أساس الموطن الانتخابي أو الموطن الذي يقيم به المواطن. نعم.
يعني يوجد هاي تأكيدا لهال الموطن الانتخابي لا يتم التعامل به إلا أثناء الانتخاب وينسى بعد أربع سنوات لدورة أخرى. يجب أن تعالج المجالس الوحدات الإدارية الموطن الانتخابي. يوجد هناك عشرات السنين مواطنون يسكنون في هذه البلدية ونفوسهم في بلدية مجاورة. نعم. والبلدية المجاورة تأخذ حصصها المالية. نعم. استنادا لتوزيع الحصص المالية. نعم. على عدد السكان. نعم. الصادرة عن السجلات المدنية. نعم. وبالتالي. نعم. يجب إجراء إحصاء. نعم. فعلي وحقيقة. نعم. عند العميل تقع المسؤولية. مجالس الإدارة المحلية. حديث عن موضوع تحقيق الواردات البلدية وفق جداول توزيع تعتمدها وزارة الإدارة المحلية بناء على تعداد السكاني المسجل في النفوس يعني بالنتيجة نهائي السجلات الإحصائي الرسمي لدوائر النفوس. طبعا هذا بشارك أنا رفاقي أكيد هو في غبن لمراكز وقد يعود بالفائدة لمراكز أخرى. يعني أنا كمان مثل ما أنا اليوم ممكن عندي ازدحام بوافدين ممكن أن يكون أنا عندي كمان نقص بالعدد اللي أنا عم أخذه. فهون تنظيم هاي العلاقة يتم. أنا برأيي أنه هذا الموضوع لازم يقع على عاتق لجان الإحصاء المركزي اللي هي لازم تأخذ الإحصاء بشقيه الشق الرسمي النظامي والشق اللي بيشوف عدد الوافدين المستأجرين بقصد السياحة بقصد التعليم بقصد المواطني والعمل. هذا الأمر كلياته كتير ضروري هام جدا. فنحن لازم يكون في سجلات مؤقتة للوافدين تخضع لرقابة الوحدة الإدارية والمؤسسة العامة للإحصاء ويتم تدوينها بشكل سنوي وترفع عن طريق مجلس المحافظة لمنح الحصص وفق. نعم. العدد السكان الحقيقي على الأرض وليس. نعم. الوهمي مثل ما ذكر رفاقنا. نعم. هذا أكيد جانب بحاجة إلى. نعم. أكيد نحن يعني قانون الإدارة المحلية بحاجة إلى ندوات كثيرة للتوضيح وأمور كثيرة فعلا للحديث، ولكن وقتنا يعني اقترب من الانتهاء. لكن خلينا نستفاد من دقائقنا الأخيرة أساتذتي الكرام المقترحات اللي ممكن نحن نقدمها اليوم لحتى نحسن الوضع لحتى نقدر نحن فعلا نطبقه بطريقة صحيحة إن كان قانونيا أو كعضو مجلس بلدية وحضراتكم يعني كل وفق مكانه. تفضل أستاذ علي. القانون الإدارة المحلية الوضع مؤخرا هو من أرقى القوانين الموجودة. صح. في العالم كله، لكن للأسف هذا القانون غير مترجم وغير ملموس. فإذا ما طبق هذا القانون بشكل صحيح نكون قد تجاوزنا المركزي. نحن حاليا لم نتجاوز المركزي، حين نتجاوز المركزي نرسم مسارا للمجتمع المحلي يقوم على تكريس مصطلح حكم الشعب نفسه بنفسه. يجب أن يكون هناك ورشات عمل، ورشات عمل توعي للمواطنين حتى يعلم المواطن ما هي حقوقه ما هي واجباته كيف يمكنه التدخل في قرارات المجلس المحلي. نعم. المادة 23 من قانون الإدارة المحلية قالت جلسات المجلس تكون علنية. نعم. ما لم يطلب الرئيس أو سلطة الأعضاء أن يكون سري أو يكون التصويت عليها أو القرار فيها بالأغلبية المطلقة، لكن هي في الحقيقة علنية. علنية يعني تستطيع المنظمات الشعبية تستطيع المجالس المخاتير الاطلاع والحضور والحضور، وبالتالي يستطيعون إبداء الرأي إذا هذا نسميه نحن الرقابة الشعبي. فمن أهم الميزات لقانون الإدارة المحلية هو الرقابة الشعبي. هلا في عندنا نحن رقابة رسمية من وزارة الإدارة المحلية، وهذه الرقابة الرسمية هي رقابة مشروعية لا رقابة ملائمة. يعني مثلا أنا نفذت خطة محددة في المجتمع المحلي، هني لا يتدخلون بموضوع هل هي ملائمة أم لا، هم يتدخلون بموضوع المشروعية هل هي مشروعة مطابقة للقانون أم لا. أما الرقابة الشعبية هي الأهم عن طريق اللقاءات مع الجمهور وعن طريق الشكاوى والاعتراضات من خلال الجمهور. نعم، تفضل أستاذ الكريم بدقائقنا الأخيرة. طبعا نحن بنرجع بنأكد على أهمية قانون الإدارة المحلية في تنظيم العلاقة بين القواعد العليا والقاعدة الشعبية. بحاجة قانون الإدارة المحلية صراحة خلال تطبيقه بالعشر 12 سنة الأخيرة أظهر في بعض الثغرات. هنا بحاجة إلى لجان مختصة طبعا تكون منتشرة على كامل المحافظات تراعي خصوصية كل منطقة السكاني والاجتماعي وغيرها، وتجتمع هاي اللجان وتحدث التغييرات اللازمة بما يتلائم مع واقع الجميع. نعم. بالإضافة برجع أنا بحكي على الشق أنه يحدث فرع أو مؤسسي أو جهة تهتم بتأهيل
وإعداد الوحدات الإدارية تصبح قادرة ومتمكنة على حمل هاي الأعباء اللي عم تنحط عليها للنهوض بالمجتمع. نعم تفضل أستاذ سمير. بالنسبة أهم المقترحات هي التقسيمات الإدارية الموجودة في الوحدات الإدارية بدءا من المحافظة وانتهاء بالبلدية. نعم. يجب أن يكون الأساس هو الحيز الجغرافي والرابط الطرق. نعم. نعم. هناك نرى هناك كثير من الوحدات الإدارية يوجد موانع بين هذه التجمعات ومركز البلدي. نعم. هذا يؤثر كثيرا على خدمات المواطنين. أي أحد المقترحات. تخصيص نعم. إجراءات المواطنين الذي هو هدف من أهداف الإدارة المحلية. نعم. يجب إعادة مثلا على سبيل المثال بلدة البهلولي على طريق عام حلب اللاذقي. يوجد كل القرى التي من ناحية كنسبة حتى تسلك هذا الطريق. نعم. نرى أن هناك طرق قرى مثل كفرية وتلة وكنسبة وغيرها تتبع إلى منطقة الحفة. أنا أقترح تحويل بلدة البهلولي إلى منطقة ومركز مدينة منطقة. نعم. بسبب سهولة الوصول وتوسط بلدة البهلولي لهذه التجمعات. نعم. بدءا من شرق كنسبة شرقا إلى الجنديري غربا. نعم. نحن من هذه حالة أستاذ الكريم. نعم. هاي حالة مثلا متعلقة بالمنطقة. نعم. لكن الفكرة هي التقسيمات الإدارية تسهل معاملات المواطنين، في حين أنه مثلا بده واحد يروح من وط الخان أو كفرية للحفي إما بده ينزل على مدينة اللاذقية ويطلع بلا أو يسلك نعم. طرقات فرعية. إذا المقترح التقسيمات الإدارية الصحيحة اللي بتساعد كل منطقة من مجلس على أساسها واقتراحات إجراء معالجة داخلية بما يخدم المواطنين وتسهيل معاملاتي. نعم أستاذ زياد إلى مراكز. أكيد أنا ما راح أضيف على اللي إضافوه زملائي وأحبابي، بس بتمنى أن تكون مراعاة باختيار أعضاء مجالس المدن والمحافظة يكونوا أهل، يعني خلينا نقول معظمهم أهل ما شاء الله. أنا اللي شفته اليوم من الأستاذ أكيد بيسلج الصدور. نعم. هاي شق، والشق الثاني أنا أكيد بتشكركم، بتشكر المركز الإذاعي والتلفزيوني بمحافظة اللاذقية اللي عم يكون الرافد الأول واللي عم يكون هو السند الحقيقي. هون دور الإعلام أيضا هو شق من القانون 107. نعم. كمان تحية للأستاذ مازن محمد اللي كتير عم يراعي الأمور التشاركية ما بين خلينا نقول بهالندوات الحوارية وهالتطور اللي حدث على المركز. بتشكركم من قلبي وشكرا، وبتمنى يكون الناس لو استفادت لو بالقليل من هالندوة. نعم. دائما على أمل لقاء إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد تشكر وجودكم، تشكر الحوار الجميل اللي كان موجود، اللي هو الهدف منه فعلا نشر ثقافة القانون الإدارة المحلية، توعية فيه بشكل أكبر من خلال خبراتكم ومن خلال المعلومات اللي أنتم عندكم إياها. بتشكرك كتير المحامي علي عبد الرحيم، وحضرتك محامي ورئيس بلدية سابق، شكرا كتير لوجودك معنا. وأيضا بتشكرك كتير المهندس رائد يوسف، حضرتك رئيس بلدية سابق وعضو مجلس محافظة حالي. بتشكركم كتير كتير، وبنقول دائما سوريا تستحق الأفضل. أكيد. سوريا بكرة أحلى وإن شاء الله الجميع بخير. إن شاء الله يا رب. أكيد بدي أتشكرك كتير المهندس سمير رجوب، حضرتك مهندس مدني واستشاري وعضو مؤتمر عام نقابة مهندسين ورئيس بلدية سابق. شكرا لك. تشرفنا وبيجي. والشكر الأكبر كمان أيضا للأستاذ زياد زين العابدين، حضرتك رئيس شعبة المخاتير باللاذقية، شكرا كثير لوجودك معنا وإضاءتكم الجميلة بحوارنا لليوم. شكرا كثير. وأيضا الشكر الأكبر لكل المشاهدين اللي كانوا معنا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.